من ميمز الحسنات يا جماعة الخير. اللي ما يعرف سلسلة ميمز الحسنات، بيسكلي أتابع ميمز، في كل مرة أضحك أتصدق بخمسين ريال، الخمسين ريال هذه تروح لدعم خلينا نقول قضايا خيرية. كالعادة ناخذ الميمز من الروم حقنا في سيرفر ديسكورد، رابط السيرفر تحت، في حال أنك ما شيكت عليه تقدر تدخل تصير عضو في السيرفر تتفاعل معانا. إحنا اليوم ما شاء الله 15,000 عضو، الله يعطيكم العافية جيش محاربي الطفش، شكرا لدعمكم ومحبتكم دائما. عندنا هنا روم اسمه ميمز الحسنات، خلينا نشوف مشاركات الشباب عليه اليوم. بس قبل ما نشوف المشاركات راح نضغط على زر اللايك ونشترك في القناة كمان إذا ما كنا مشتركين، نفعل كمان جرس التنبيهات وندخل جيش محاربي الطفش أقوى جيش في اليوتيوب. تعرفوا دائما إحنا إيش مفروض نسوي؟ 1 2 3 ما شاء الله ما شاء الله المشاركات. أيوة actually هذه واحدة من الأشياء اللي تخليني ما أحب القطط. قطط شايفين أنفسهم يا جماعة الخير، أنت لازم تخدمني. ما في سري يا أخي. مراحل تطور الطالب بالمدرسة الابتدائي، الله ألوان حركات ومقلمية، ها فيها سبايدر مان، المتوسط قلم صار يكتب بقلم، طبعا هذا أبجريد يا جماعة الخير. أول أنت كنت تكتب بالمرسمة. الثانوي يا شباب مين معه قلم زايد؟ فعلا هذا الشيء. تحياتي طبعا لكل الناس اللي وصلت للثانوية ومعها مقلمية، هذولي هم اللي جابوا فوق 85 في اختبار القدرات، هم هذولي، أما الباقيين تحياتي للجميع. أيوة هذه نقطة جيمرز. حلو يا شباب لازم تكونوا جيمرز عشان تفهموا الميم هذا. الميم هذا يزعلني يا جماعة الخير. احنا كنا اكس بوكس هاوس بروبرتي، بيتنا كان اكس بوكس على فكرة، بالاكس بوكس يعني عليها ملاحظات يعني شويتين. بلايستيشن طبعا احلى، نينتندو طبعا، نينتندو هذا حق الدوافير كذا، اي واحد استعمل نينتندو في طفولته لازم تعرف انه دافور، لازم يجيك يعرف يتكلم انجليزي ما اعرف ليش، وتحسه كمان برضه يتابع انمي ار نو واي، بس الجيمرز كذا مع الانمي على طول باكج واحد. البي سي طبعا هذول الاساطير، يعني تحياتي لاي احد معاه بي سي يا جماعه الخير. بوتس ان فورتنايت، بوتس ان شوتر جيمز، ها شويه اذكى. بوتس ان فايتنج جيمز، شوف الاخيره بوتس ان تشيس. من جد يا اخي لما تلعب تشيس مع الكمبيوتر ابن امك تفوز، ما تقدر، مستحيل. ستوك فيش يا واد استقعد لك، ما في والله ما تمشي. طبعا اي واحد يقدر يفوز على الكمبيوتر في التشيس تحياتي لك، انت عبقري، انت كسبارو في العرب يا ابويا. طبعا الحين انتم مصدومين، عبد الله كيف تعرف هذا الكلام كله على التشيس؟ احب العب تشيس يا جماعه الخير. تصنيفي 1100 اللي يحب يتحدى، احد يتحداني يا شباب تصنيفي مره زي الخرا. اذا كشخت وقالوا لك بتروح معانا كذا، هذه مؤلمه يا جماعه الخير، اللي اما انا ما اعرف البس. وانت لابس يا واد فنيله الميلان، سروال المنتخب. هنا عندنا ملح طعام مزود باليود، انتاج اكتوبر 2022. يا ساتر هذا التاريخ باقي ما جاء، باقي شهرين على اكتوبر يا ولد. تحياتي للشباب. هذا اللي ما تدري تدعي له ولا عليه. ايوه اهدى يخرب عليه ولا ايوه اهربوا. صبر ايوب، من وين اجيبك. تحياتي لك فنان، معلش انقذ المخلوقات الحيه يا جماعه الخير، انقذ الحمام من الموت. في السعوديه طلب، في امريكا اوردر، في مصر اطلب اوردر.
كيف اطلب اوردر؟ انا ماني عارف من جد يا اخي. هو الطلب هو نفس الاوردر. وات ايش اسوي؟ هذا العجوز موجود في كل حي. والله فعلا، والله العظيم فعلا، انا متاكد كل اللي تابعوا المقطع هذا وراكشري، مو كلهم يعني، الكبار فيهم جيل التسعينات اللي فيهم يعرفوا هذا مين. هذا كان الامبوستر حق الحاره كلها. بس تعرفوا ايش اللي ضحك؟ الامبوستر هذا يقدر يخرب عليك في كل شيء، بس ما يقدر يخرب عليك لو كنت تلعب توب 11. ايش ما تعرفوا توب 11؟ توب 11 هي لعبه تدريب كره قدم مجانيه متاحه على جميع المنصات، جوجل بلاي، ابل ستور. انا العبها على ايفون باي ذا واي. اللعبه لعبها اكثر من 240 مليون لاعب حول العالم. مهمتك فيها طبعا انك تكون مدرب كره قدم، مسؤول عن الفريق والتوقيع مع اللاعبين. سو بيسكلي تصير ايام جوزيه مورينيو، تلعب مع مدربين ثانيين حول العالم، سو تسوي تكتيكات وخطط استراتيجيه. في حاجه اسمها 3D لايف ماتش، تابع المباراه اللي انت سويتها بالخطه. في كل موسم كمان في توب 11 اللعبه بتسوي تحديثات عشان تسوي نفس الانتقالات اللي موجوده في الكوره في العالم. انا كان حلمي ان انا اصير مدرب وانا صغير، كبرت وصرت يوتيوبر. ف يا ثانك يو توب 11، قاعدين تخلوني اعيش واحد من احلام طفولتي. بس يمكن يكون هذا واحد من احلامك، سو انزل الان، حمل اللعبه، سوي فريقك وعيش حلمك. I am Jose Mourinho. I'm gonna show you what to do if someone grabs you. Step one, kick his knee. Step two, grab your hand and pull. طبعاً بس يضحك. التركيب حلو، التركيب حلو يا جماعة. أوف، هنا عندي ميم علي. أروح أودي الميم هذا لأبوك وريه، خليه يحط لايك. ماشي، يلا عشان رمضان كريم. بالمرة أقول له رمضان كريم. ماشي، كم بارك الله فيك. اكشلي تعرف ايش اللي ضحك؟ لو رحت وريت ابوك الميم هذا، لو وريت الميم هذا حيضحك. الله يديك ويصلحك. لما تجيب ار تي اكس وانت متعود على جي تي 1030 لو بروفايل، ايه ده كل دي فريمات. شباب، هذه ميمز حقت جيمرز، النسخة اليوم نسخة الجيمرز. هذا عنوان الحلقة، مالي دخل. خريج هندسة فورتنايت. وات؟ كيف كذا؟ إذا فتحت الموية الظهر. وانت مسكين تبغى تتروش فجأة. قصدك تبرد ها؟ هنا يقول لك سبونج بوب نسخة المسيح الدجال. استغفر الله. Work really, really hard for their dreams, but it's not meant for everybody. That's why you use auto-tune and I don't. Actually. Oh. ماي جاد، لا تصعيد غير مبرر ولا اكشلي مبرر في هذه الحاله. يا ساتر، مستحيل يا واد. هذه فنون الرد الحقيقيه يا ابويا، هذا هو الكلام. تشاهد فيديوهات عبد الله القديمه، بعدين تجيك فقره الفلسفه، تاتي فقره الفلسفه، تتوقف، بعدين ترجع للوراء. ايوه، اي دونت جيت ات، ما فهمتها. يعني قول اسوي سكيب لفقرة الفلسفة كذا، ايوه تسوي ميم علي، تطقطق علي، مع انه يعني راح اتضارب معاك لو تسوي سكيب لفقرة الفلسفة. لا تسوي سكيب لفقرة الفلسفة، فقرة الفلسفة احلى فقرة في العالم، احلى فقرة في مقاطعي. معلش يا جماعة الخير، ما تحبوا فقرة الفلسفة يعني؟ طب خلاص ابشر، ما حتفلسف عليكم. لما تشوف بنت ماشية اسرع منك. ايه يا شيخ، ايش اللي بنت تسوق اسرع مني؟ ايش انا ماني رجال ولا ايش؟ ما له دخل. كابتن، السرعه هذه مقترنه بالرجوله فقط بالسرعه والغضب. في الحقيقه عادي لو انت مشيت اسرع منك، اوكي؟ رجولتك ما حتقل صدقني. بس يا فعلا فعلا، يعني احنا نسوي هذا الشيء بدون وعي يا جماعه الخير. ايش اللي بنت تسبقني؟ والله ما تتجاوزي، ارجعي ورا. انا سويتها اليوم على فكره. ف ايوه ايوه. سبحان الله، النظرة هذه في كل مكان في العالم. هذه لازم تعرف انه وراك حساب بعدين. باتمان بعد الزواج، جيب بصل.
مستحيل هذه مستحيلة هذه. على جماعة الخير الزواج مسؤوليات، واحدة منها انك تجيب بصل طبعا. لما تكون الإجابة جماعية بصوت واحد وانت ما تعرف الجواب اصلا. تعرف هذه متى من جد تصير؟ لما اللي معاك كلهم يغنوا أغنية إنجليزية وانت ما انت حافظ الكلمات، تروح تسوي معاهم. أهم شيء طبعا يعني نصيحتي، لو سويت هذا الشيء أهم شيء اللحن، ماشي يعني حاول تمشي على نفس الرتم، على نفس الفلو حق المغني. خلاص هذا كفاية. الكتابة على الجدران سلوك غير حضاري. يقول له طيب ليش تكتب؟ هذا واحد فاهم غلط، إذا متعمد إنه يكون غبي. هذه السيارة مقفولة، يرجى الوصول لليفل 13. ما أنت قادر تشوفها عارف. الله الميمز اليوم كلها ميمز جيمرز، أنا مبسوط صراحة. الله في ميم ثالث علي يا جماعة الخير. جماعة الخير الموضوع يقودني إلى الفقرة المحبوبة اللي كلنا صرنا نحبها، أيوة. وهي فقرة الفلسفة. ممتاز يا شيخ، هذا الميم اللي أنا أبغاه من أول. على قد ما يزعلني هذا الشيء يعني، ها ليش تسوي سكيب؟ تعال ليش تسوي سكيب؟ بس أنا أتفهم يعني، ها أنا أتفهم، هيا حط لايك أحسن ماشي. تسوي سكيب لفقرة الفلسفة ما تسوي لايك، هذه يعني كثيرة، ها تبع أنا نفسك يا حبيبي. لما تصور حد، الله الصورة موزونة، سيمتريكال، الارت إليمنت في كذا، ايش في جايد لاين، الاي موفمنت حلوة. مصطلحات مصورين جماعة الخير، قلت لكم في اخر مقطع انا مصور. لما حد يصورك والله يا اخي هذه معاناة المصورين كلهم. لما تخلي احد يصورك يا اخي ما تدري هو اللي ما يعرف يصور، ولا انت الستاندر عندك مرتفع يعني عشانك تعرف تصور. الوكيل اذا تطالع في الوكيل يقول لك والله ما ادري، الوكيل دائما زي كذا. من جد يا أخي فعلا دائما الوكيل زي كذا، ليش ليش كل وكلاء العالم لازم يكون. صعب الله يا ربي. قلة النوم، الإرهاق، التوتر، عبد الله جميل ما نزل مقطع. حلو الميمز اللي عليها يعني، أحبكم يعني يا شباب. بدل إيه يعطوني يعني واحدة كذا، واحدة حلوة، واحدة مرة عارف، واحدة لك واحدة عليك، عادي الدنيا كذا أصلاً. حياتي يا أخي محاربية طفش. الله يحبكم، حطوا لايك على المقطع ماشي. أستاذ الإنجليش open page 20 طلاب صفحة كم يا أستاذ؟ الله يعينك يا مدرس الإنجليش، فعلاً هذه أسوأ وظيفة في العالم، مدرس إنجليش مدرسة حكومية. الله يعينك. هذه كيكة ولا رسالة من ملك الحبشة؟ مستوى الميمز اليوم متألق يا جماعة الخير، إيش هذا؟ إزاي أخفي صوت الزيت لما أقلي بطاطس بالليل؟ من إعدادات الطاسة، خشي على وضع الطشطشة وخلينا يتموت. تحياتي طبعا لمصر يا جماعة الخير، أرهب بلد. ما حد الأشجار في الألعاب. هذه مرة ثانية، هذا ميم للجيمرز، تحياتي للجيمرز. الجيمرز انزلوا تحت اكتبوا لي في التعليقات احنا محاربي طفش الجيمرز، لان انا قاعد افكر افوق قناة جيمينج، لو في كمية جيمرز مرة كثير محاربي طفش حسويها. يلا اكتبوا لي تحت. الشرطة الزراعية، سلم نفسك المكان كله بطاطس. من جد ليش في حاجة اسمها الشرطة الزراعية؟ اي بالله ايش المخالفات اللي عندكم؟ actually في زراعة تعتبر مخالفة. if you know what I mean. اللي فاهم يفهم يا شباب خلاص. خشمي وقت النوم بدون سبب. ثلاثة شباب اسمهم طارق قعدوا مع بعض عملوا جلسة طوارئ. أنا يوم عمري 8 سنوات وعلقت عند مهمة يد البلايستيشن، أخويا الكبير.
يعني أنا في حالتي كان يصير العكس، كان أخوي الكبير يجي يقول لي عشان أنا كنت جيمر أكثر منه يا جماعة الخير. بس يا أعرف الشعور، أعرف الشعور مالك. أسفت يا جماعة الخير، يعطيكم ألف عافية. إن شاء الله تكونوا استمتعتوا من الحلقة هذه من ميمز الحسنات. شيكوا على سيرفر ديسكورد كالعادة، أنا طبعا راح أحسب يعني توتر المبلغ من هذه الحلقة وراح أحطه في التبرع. أتمنى يكون الفيديو عجبكم، حطوا لايك، اشتركوا في القناة كمان إذا ما كنتم مشتركين، ادخلوا جيش محاربي الطفش. بالنسبة للفيديو الجاي أفكر أسوي فلوج خارج البيت، فراح أخليه مفاجأة، بس أوعدكم إنكم يعني راح تنبسطوا فيه. يعطيكم ألف عافية، أشوفكم على خير بإذن الله في الفيديو الجاي. I'm on.